Undang mau kena. Kurang mau. Yeah.
المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يتبعه شجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يهدني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني ربكم فاسمعون قيل ادخل اليهم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لم يجمع لدينا أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو شاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سبحان الذي بيده
تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون زاعين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فلا نجى الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعذبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معرفتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وصل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وطن عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الغافلون بطن عن ذكرك الغافلون فسلم ورجى الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. حمد الله ذكري فاعلم أنه لا سلم سبحان الله وبحمده.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Astagfirullahaladzim ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin min al-awwalin wal akhirin wa sallam radiyallahu ta'ala ankum ya sahabati rasulillahi al-ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal shukru wa la ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطاء أو نسيان أو تحريف أو كلمة أو فيها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو كسر أو سوء بغير ما أنزل أو قلة بغير ما أو قلة رغبة أو رغبة عند آيات العذاب أو قلة رغبة عند آيات الرحمة أو كسل أو صعقم بغير ما أنزل أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو حراب بغير ما أنزل أو قلة أو قلة Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azhim wa balagha rasuluhu nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma anfa'na wa
سيئاتنا وقمت سيئاتنا يحمان اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو كسل أو سرعة لغير عمد أو قلة رغبة من آيات العذاب أو قلة من آيات الرحمة أو كسل أو سرعة لغير عمد أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب لغير عمد أو قلة رغبة عند آيات الرحمة أو قلة رغبة عند آيات العذاب تقبل لنا وتجاوز عنا ما كان سيئاتنا ما كان منا في تلاوة القرآن أو إظهار بغير مظهر أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير عمد أو قلة رغبة عند آية العذاب أو قلة رغبة عند آية الرحمة أو كسل أو سرعة لغير عمد اللهم اجعل القرآن قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وأدخلنا الجنة رفيقا ومن النار سترا ونجابا اللهم اجعل القرآن إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعل وأوفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم اللهم اجعل وأوفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن أسرة اللهم اجعل صلاتا اللهم اجعل القرآن أسرة apa tanya kita baca Allahumma ja'al wa'afil sababa ma qara'nahu min al-Qur'an al-Azim wa barik Allahumma ja'al Qur'an alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin was salatu was salamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakatil qur'anil 'azhim wa bi hurmati man arsaltu lahu rahmatan lil 'alamin wa'fu 'anna ya karim واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الآخرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهدية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا
حياتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ أوصل ثواب ما قرأناه ونورا ما تلوناه بعد قبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا وإله أروى أزواج جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita membacakan Al Quran, tahlil, tahmid dan doa. Mudah-mudahan, amin. Pahala Al Quran kita akan Allah sampaikan kepada almarhumah Ibu Hajjah dan Haji Dahlah. Mudah-mudahan Allah maafkan segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan dilapangkan kuburnya dan ditempatkan sebaik-baiknya tempat yaitu surga Allah SWT. Bagi keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan keadaan dan kesabaran. Setelah itu tadi kata-kata dari kami hadanallahu ayyakum alimu'in wa antum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bacaan suci untuk mengurang biasa ingat lupa.